رسالتنا التانية بقى لجماهير النادي الأهلي في كل مكان في العالم، على فكرة ليه علاقة يعني بشكل مباشر جدا بالجزء الأخير من كلامنا هواند، فكرة إن النادي الأهلي هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيعمل فينا كده، هو اللي بيخلي سقف طموحاتنا يرتفع يعني كل فترة والتانية. الرسالة دي يعني إلى حد كبير اتكونت من خلال متابعتنا لوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، في بعض الجماهير اللي هي اللي مش بتعرف تقلب الصفحه قوي زي ما معظم الاهلاويه بيعملوا، لا بيحبوا يقفوا ويفرحوا يعني بنتيجه مباراه معينه او نتيجه مثلا بطوله معينه. في جماهير بقى لها اكتر من يومين ما لهاش سيره غير التغييرات اللي اجراها مستر بيتسو موسيماني بعد الهدف الخامس تحديدا، وازاي احنا كنا ممكن نكسب لو ما كانتش التغييرات بالكواليتي دي، كان ممكن النادي الاهلي يكسب 6 و7 و8. طبعا يعني اكيد كان في فرصه ان احنا يعني نحقق فوز غير مسبوق او غير متكرر، لكن هنرجع ونقول نقطه ومن اول السطر، احنا معانا مدرب برضو متميز. في بعض الاحيان بيكون لينا عليه تحفظات، في بعض الاحيان ما بتكونش جماهير النادي الاهلي راضيه بنسبه كبيره، لكن احنا بنتكلم على مدرب يعني حقق نسبه نجاح اجماليه تقترب من 90%. تعالوا نحسبها، يعني كمل دوري بعد رحيل فايلر وكسبناه، حصد ابطال افريقيا بدل المره مرتين، كسب بطولة كاس مصر، كسب بطولة السوبر الافريقي، لعب وابدع في مونديال الاندية، وكسب بالميراس البرازيلي واخد المركز الثالث، وحاليا هو متصدر ترتيب الدوري بعد ما كسب لقاء القمة. فاحنا تاني بنرجع ونقول مفيش مدرب في الدنيا غير قابل للنقد او الانتقاد، مفيش مدرب في الدنيا بيبقى مرضي طول الوقت لكل الجماهير، هذه هي الحال في عالم كرة القدم. بص أنا بتفق معاك جدا، وحتى لو رجعنا بقى لقبل كده وقارنا حتى أو ما تقولش قارنا، تعالوا ناخد بعض التصريحات اللي كان حتى فايلر بيتكلم فيها لما كان الناس راضية عنه جدا وكان بيفوز بشكل مستمر، وبعد كده حصل دروب فترة لو حضراتكم فاكرين، جه بعد كده الناس كلها كانت معترضة وأنت إزاي بتخسر مباراة، الناس ما كانتش حتى عايزة إن أنت تخسر مباراة واحدة. لدرجة إن فايلر في مؤتمر صحفي طلع قال يا جماعة دي مش بلاي ستيشن، كرة القدم لازم يبقى فيها مكسب وخسارة، قارنوا المكسب بس يعني كم أو حجم المكاسب اللي احنا بنحققها والفوز مقارنة بقى بالهزيمة، هتلاقوا أكيد في فرق كبير جدا. فهي قصة واحدة، وباتسو موسيماني برضو خليني أقول لحضراتكم يا كريم وأنت أكيد عارف ده، هو بيتابع ردود الأفعال بشكل كبير جدا، وهو مرتبط بجمهور الأهلي، عشان كده لما يجي نتكلم احنا المطلوب مننا بقى الدعم، الدعم اللي جوانا اللي هو لازم يوصل للجهاز الفني ولازم يوصل لكل اللعيبة. يعني قصة وانت بتتفرج، ولو هنتكلم في الماتش الاخير اكيد كلنا كنا عايزين اكتر وزعلنا لما دخل فينا جول، وقلنا اول يعني الشوط الاولاني قلنا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، والاهلي رجع لنا تاني يا جماعة وكذا وكذا، وعايزين 7 وعايزين 8 ماشي، بس حلو اللي احنا وصلين له ده برضو حلو، فخلينا نبقى داعمين، وزي ما احنا عارفين احنا بنطوي يعني الصفحه دايما سواء بقى بمكسب او بهزيمه، بس الحمد لله احنا صفحات المكسب اكتر بكتير جدا لا تقارن يعني، وبنبص على اللي جاي، ولكن هي بدايه موفقه جدا واستعاده مره اخرى لروح الاهلي، يعني ده كلام كل الناس، فالحمد لله لحد دلوقتي. بس خلينا النقطه اللي انت بتتكلم فيها فعلا دورنا كجماهير انا بشوف لازم يكون داعم، ويعني حتى على فكره الدعم مش بس في الفوز، الدعم بالذات لازم يكون في النقاط الضعف، فاحنا دلوقتي ما بنتكلمش ان عندنا نقاط ضعف، فلازم نكون واقفين مع فريقنا لان كل حاجه بتوصل فعلا، يعني عايز اقول لك بالذات باتسو موسيماني بيبص على كل حاجه بتتكتب بيتعمل له فيها منشن، يعني وبانت الحكايه دي في اكثر من مره وفي اكثر من تصريح ليه في مؤتمرات صحفيه بالزبط. مختلفه، لا واضح ان هو ايه يعني عارف ايه اللي بيتقال او على الاقل عارف على درايه كامله، خلي يعني بالك يعني بالزبط. هو عنده تيم برضه بيتابع بالظبط طبعا اكيد، ودي نقطه مهمه جدا ولطيف منه كمان ان هو دايما بيكون حريص على اما طمانه النادي الاهلي او توضيح النقاط اللي قد تكون غايبه عن كتير من جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وده برضه يرجعنا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، شوفوا حضراتكم الاهلي واخد سقف طموحنا ورايح بيه فين. خط سير المباراه كان بيقول كده على فكره ويؤكد هذا الامر، احنا تخطينا مرحله مجرد الفوز بمباراه، الموضوع ابعد من كده بكتير، يعني في فئه كبيره من الجماهير بعد نهايه اللقاء كانوا زعلانين، احنا بنتكلم تاني، بصوا حضراتكم الجمله حتى تبدو غير منطقيه، جماهير بعض جماهير النادي الاهلي كانت زعلانه بعد ما النادي الاهلي فاز ويبقى نتيجه 5 أهداف مقابل 3، ده يعني في حد ذاته يبين قد ايه النادي الاهلي نادي عظيم وصانع فرحه لكل جماهيره في كل مكان وزمان، وربنا يديم الحال. خلينا نتكلم كمان يا كريم على الفترة اللي جاية، كلنا فيها كلام كتير، رسائل كمان لفرقتنا، وبنتكلم تحديدا قبل ماتش مصر مع أنجولا والجابون، يعني هيكون هنا رسائل أكيد للعيبة، فريقنا
لنا ارقامي كمان على طريق المونديال ان شاء الله عوده بنتكلم من جديد، بس المره دي تكون عوده بقى بانتصارات، احنا مش عايزين عوده عاديه، احنا مش هنقبل عوده عاديه، وعندنا مباراتين كمان مهمين وعايزين نفوز فيهم ان شاء الله، املا ان الترتيب بتاعنا في التصنيف يكون ضمن الخمسه الاوائل، لاننا نقدر، عارف لو احنا ما نقدرش اقول يا رب نعدي، لكن احنا نقدر، فهي دي النقطه، فباذن الله ده يحصل يعني على ارض الواقع.